سكت فغر أعدائي السكوت، وظنوني لأهلي قد نسيت، وكيف أنام عن سادات قوم أنا في فضل نعمتهم ربيت. وإن دارت بهم خيل الأعادي ونادوني أجبت متى دعيت. مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي. ليه بدأت بأبيات الشعر دي؟ علشان دي المسج اللي وصلوها لاعبي الأهلي لينا كجمهور اليوم، إن مهما إحنا قصرنا بحق النادي الأهلي، وبعض الأحيان كان في تخاذل، مستحيل نقدر نعمل ده عن قصد أو عن عمد. الروح اللي كانت موجودة عند لاعبي النادي الأهلي اليوم كفيلة إن إحنا نسامحهم على اللي فات وعلى بعض التخاذل اللي احنا شفناه طبعا، وبعض الرعونة اللي ظهرت منهم في مباريات زي مباراة سان داونز وغيرها وغيرها. فاحنا بعد اللي شفناه اليوم مش بس علشان النتيجة، ولكن روح النادي الاهلي، روح النادي الاهلي اللي رجعت نتيجة رجوع او عودة الجماهير، الجماهير اللي احنا بنشكرهم، الجماهير اللي تحرك الصخر، الجماهير اللي كانت اليوم يعني مولعة الدنيا بجد، حاجة تفرح، حاجة تشرف. انتوا بجد حلوين قوي. يعني جماهير النادي الاهلي دي قد ايه الواحد فخور وبيبقى رافع راسه ان هو بينتمي للنادي الاهلي والجماهيره. لازم اعظم نادي يكون عنده اعظم جماهير. الالتزام اللي الجماهير عملته اليوم كان لازم ابدأ الحلقة بيه، كان لازم اشيد بيه، كان لازم اتكلم عنه قبل ما اتكلم على اللي شفناه بارض الملعب، علشان دي نقطة فارقة. علشان انت لو كان بدر منك اليوم تجاوزات او اخطاء، ما كناش هنشوف الجماهير الفترة اللي جاي. تانكيو الجماهير النادي الاهلي، تانكيو لعبة النادي الاهلي. ونقطة ومن اول السطر وبنقول بسم الله، احنا لسه بنبدأ، دي مجرد البداية. كان في شوية عك كده حصل، بس احنا عايزين نبدأ بقى على نظافة، ننسى كل اللي فات، ننسى كل اللي حصل بدور المجموعات، ونبتدي نركز بقى بالادوار اللي جاية. بس ما ينفعش طبعا الحلقة تعدي من غير ما نسأل سؤال مهم جدا للهلباوي. انا مش هقول هلباوي زي ما هما بيقولوا، والله حاسة ان هلباوي لايقة اكتر. يعني مش فاهمة ايه فكرة ان انت هلال بتشجع الهلال تبقى هلالي، لا هلابي، الهلابي، الهلباوي، عم الهلباوي ده. انا عايز اقولك كيفت ولا ما كيفتش؟ يعني التلاتة كيفتك، ولا انت كنت يعني محتاج اكتر علشان تبقى ماشي متكيف من استاد الرعب اللي انت كنت جاي علشان تقتنص منه الفوز؟ وده كان كلامك. كيفت بالادب، كورة مش قلة ادب، مش تحديث ازايز، مش مجاري بتتفتح، مش شتيمة وسب يعني على الملأ صوت وصورة من غير اي تطاول. انت اتعمل معاك اليوم الصح. وعلى فكرة التلاتة دي مع الرقفة كان ممكن جدا جدا الماتش يخلص اليوم سكور اكبر، كان ممكن الاهلي يعمل نتيجة تاريخية اكبر من التسعة اللي انتوا خدتوها قبل كده. فاكرين التسعة ولا نسيتوها؟ طيب انا بس حبيت امنشن كده علشان نحط شوية سبايسز على الكلام. اصل الناس اللي ملهاش تاريخ بتعمل ايه عشان يبقى عندها تاريخ؟ تحط اسم النادي الاهلي بجملة مفيدة، وده احنا متعودين عليه انه بيحصل بالدوري، متعودين عليه انه بيحصل بالكاس محلي، ده العادي. لكن افريقي كمان انت علشان تبقى حاسس ان انت موجود بالصورة تبتدي تتكلم عن النادي الاهلي، فلا كانت كبيرة، وكانت كبيرة قوي. بس اعتقد ان انت خدت الدرس واستوعبته، ويا رب تبقى استوعبته عشان المرة الجاية مش حابة ان انا اشوفكوا تاني، ومش حابة ان انا اعيش الاجواء دي تاني، لان بجد كده كفاية عليكوا اللي اتعمل اليوم. أيها الهلاباوي الفاقد للماضي والحاضر، معدوم الماضي والحاضر والمستقبل، خلي بالك انت طبعا ملكش مستقبل طول ما انت مقضيها نواح وولولة زي الستات. والله العظيم وانا أسفة يعني ان انا بقول كده، يعني حتى في ستات ما بتعملش ده خالص. فطول ما انت مقضيها كده انت عمرك ما هتبقى ليك دور، عمرك ما هيبقى ليك مكان. حاول تلعب كورة، حاول تطور من حالك شوية، حاول تبص بورقتك، يعني بص بورقتك شوية، ما تقعدش تبص الأندية اللي حواليك وتروح تبص لسيد القارة. طيب فحاول تركز شوية في اللي انت بتعمله، ما تبصش النادي الأهلي، يمكن يمكن يبقى ليك مستقبل وتبتدي تنافس كده. يعني مثلا نشوفك بدور 8 مرة كده لوجه الله، نشوفك في اكتر من كده ما اعتقدش. فمن كل قلبي بتمنى ان البعثة تغادر
سالمه، علشان بس ما اللي هو ايه ابطحلي عليك، عارفين بقى الايه الحاجات دي، ما هو خلاص هو كل حاجه صوت وصوره زي الفل لحد دلوقتي. مش عارفه بقى هتبتدي تلاقي بعد الماتش فيديوز تطلع من تحت الارض واعتداءات وتطاولات، احنا كسبانين وفرحانين ومش فارق معانا خالص ومش شايفينك اساسا، علشان بس حبيت اتكلم عن النقطه دي، علشان في ناس كتيره جدا قالك لا ما هو بعد الماتش، ما هو الجماهير دي اذكياء بس بعد الماتش، والناس اللي بره فمحدش جه ناحيتك ولا فريق معانا، احنا كان كل فريق معانا ان احنا نرد بارض الملعب وده اللي حصل. فيا ريت تمشوا مع السلامه، والقلب مش داعيلكوا خالص، بس اعرف حجمك علشان يعني احنا فعلا مش شايفينك. خلاص احتفلنا وخلصنا احتفالات، يلا بقى نتكلم بالجد ونتكلم بماتش اليوم، علشان كفايه عليهم كده، ما يستاهلوش اكتر من كده اصلا. اليوم في ايجابيات وفي سلبيات، خليني اخد بالاعتبار ان اللعيبه مهما كان هي مؤهله بشكل كويس جدا نفسيا، بس طبعا في ضغوطات كبيره جدا. عوده الجماهير دي سلاح ذو حدين، هو سلاح معاك جدا ان هو واقف بظهرك، بس بنفس الوقت هو بيكون ستريس على اللاعب ان هو بيلعب بحضور هذا الكم الكبير جدا جدا. وخلي بالك في لعيبه ما حضرتش ده قبل كده، يعني في لعيبه ما كانتش موجوده بالنادي الاهلي، في لعيبه جايه من فرق ثانيه وفرق ثانيه ما لهاش حضور جماهيري، بلس انت اصلا ما كانش في جماهير بقالك سنين كتير جدا، فالضغط ده مش سهل ان في ان كل اللعيبه تقدر تلعب فيه، فهنحط ده بالاعتبار. ولكن ايجابيات اليوم، انت عندك لاعب اسمه مروان عطيه، جوهره، جوهره بمعنى الكلمه. ممكن الناس من ضغط الماتش، علشان انا كنت بتكلم على القصه دي، في ناس تقول لك لا ما ركزتش، ما حسيتش ان مروان اليوم كان ليه دور، او ان هو بالقوه اللي انت بتتكلمي عليها دي، وانا بحكي عن مروان بين الشوطين. طيب مروان يا جماعه، اتفرجوا على الهدف الثالث بتاع الشحات، بص على الكورة دي، بس الكورة دي بحد ذاتها عظمة على عظمة. بص فكرة الرؤية عند اللاعب ده، أكتر من ماتش أنا بحط صورة لمروان عطية وهو بيأسست الجول، مش أسست عادي، يعني مش أسست عادي ومش الطبيعي، يعني كان ممكن تلعبها يمين، كان ما يبقى عندك أوبشنز كتيرة جدا، وانت تختار المكان الصح اللي يخلي اللاعب يروح بهدف، دايما ده اللي بيبقى بالنسبة لي حاجة كده بريليانت جدا. فده اللي بيعمله مروان عطية، مروان عطية عنده رؤية عظيمة جدا، عنده جرينتا مش طبيعية. لاعب لما بيفقد الكرة ما بيستسلمش، في لاعب بيفقد الكرة بيقف، مروان عطية مش من دول، لا انا لو خسرت الكرة، وعلى الرغم ان ده ما بيحصلش كتير، بلازم يجري ويلعب ويحاول ان هو يسترد الكرة بشكل قوي جدا. فبالنسبة لي صدقوني مروان عطية ده مكسب كبير جدا، وكان لازم نتكلم عنه اليوم، علشان هو كان بارز قوي، يمكن علشان احداث الماتش، وان احنا كلنا كنا عايزين الاهل يكسب سكور كبير، فكنا مركزين بده اكتر. ولكن شابوه مروان عطية اداءه اليوم. بيرسي تاو لا غنى عن بيرسي تاو، واعتقد اداؤه برضو ثابت ومن افضل لافضل، مش شرط ان بيرسي تاو يأسست او يسجل علشان يبقى ظاهر، ولكن انت بتشوف الافورت اللي اللاعب بيعمله بارض الملعب، المجهود الكبير. طبعا الاسيست بتاع تاو بهدف الشحات يدرس يدرس، كرة فعلا معموله بشكل ملوش حل، يعني تاو كان باقصى اليمين في الهدف الثاني، طيب قطم لجوه ورقص ودخل بالقلب، وتركيزه مع اللاعب اللي قدام دي حاجة مهمة جدا. في لاعب بيبقى مش مركز غير بالكرة اللي معاه واللاعب اللي جنبه، على ما يبتدي يرفع وشه ويبص انا هلعب الكرة فين، ويفكر زي لعيبة تانية هنتكلم عنهم دلوقتي، تبقى الكرة اوريدي اتقطعت، ما حدش هسمي عليك وانت لسه عمال بتفكر هتعمل ايه. لا تاو عمل ده بشكل كويس جدا، كان في اليمين قطم دقص دخل لجوه، الشحات شاور له العبها لي هنا، لعبها له في الحتة الفاضية، لا لعبها سنه قدام ولا سنه ورا، ممكن تلعب الكوره بظهر اللاعب، ممكن تلعب الكوره طويله شويه تتزق قدام فما يلحقهاش، هو شاور له الشحات يحطها له فين وراح لها، وهو حطها له بالحته، عمل ثرو يا جماعه يدرس، الثرو بتاعته بجد يدرس. فكان لازم برضو نتكلم على الافورت الكبير اللي عمله تاو اليوم، ومباراه جيده جدا، اتمنى من كل قلبي ان يبقى في حد شغال تاهيل مع تاو بس، يعني احنا نمسك بيرسي تاو ده نجيب له واحد كده متخصص يقعد جنبه يشتغل معاه تاهيل، لان صدقني هيطلع جواهر والمظات بالفتره اللي جايه لو فضل على نفس الوتيره، وربنا يبعد عنه شر الاصابات. طبعا ودائما وابدا الفولت العالي هو اللي بينور حياتنا، ومين ينور حياتنا غير كهربا؟ يعني روح يا ابن الله يبارك لك ويسترك، يعني بجد كهربا اليوم كان رائع. كهربا ضيع كورتين باول الماتش، بس تحس كده ان هو قال لحاله لا التالتة تابتة ما فيهاش. ايه اللي فرق؟ اللي فرق بداية الماتش والكرات اللي ضيعها كهربا عن الجول اللي جابه. امبارح انا قلت لكم ايه؟ امبارح انا قلت لكم في حاجة مهمة جدا جدا هتفرق مع كل لعيبة النادي الاهلي. فكرة التركيز والهدوء وضبط النفس. وانس ان انت
بقيت بتلعب وانت مركز وانت هادي مش متسربع مش مستعجل عايز تسجل هدف هتسجل هدف واثنين وثلاثة، خصوصا ان الجول كيبر بتاعهم وبرضه زي ما قلتلكوا على الله حكايته، الله يعينه اصلا حارس صغير جدا بالسن وما عندوش اي اكسبيرينس يعني يقدر ان هو يواجه المفترض الاعصار اللي كان من النادي الاهلي وكم الكرات اللي صدقوني احنا اللي ضيعناها. كان في مهرجان اهداف ضائعه، اليوم كان ممكن نكسب سكور كبير جدا لولا ان الفينش ما كانش احلى حاجه، كانش فيه تركيز. بس كره بتاعت كهربا حاجه كده والله العظيم، يعني انت شفت التشميسه، يعني شفت لعب الكوره ازاي، شفت استلام الكوره عامل ازاي، ده الهدف الاولاني الاسيست كان عبد القادر، تشميسه عالميه يعني استلمت الكوره عالميه. الواد اللي هو اي 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 يا ظهري اي يا وسطي، والله عيب عيب. انا عايزه اعمل لكم تجميعه حلوه جدا ما بين الاي اي بتاعت كهربا والاي اي بتاعت الشحات علشان ده يتعمل فيلم وثائقي لجمهور الهلال. النينجا وحلاوه النينجا وجمال النينجا حسين الشحات، اتكلمت قبل كده عن قصه اللاعب اللي دماغه هي اللي بتخليه يلعب كوره قبل مهاراته مش رجله دماغه. وكلمتكم عن دور التاهيل النفسي اللي هو مهم جدا جدا، وفعلا ابتدى يظهر بالوقت الحالي شويه علامات فرق جدا مع الشحات التاهيل اللي اتعمل له بشكل كبير. ثانك يو كولر ان انت واخيرا وبعد ما كنا بنهاتي بالقصه دي قدرت ان انت تدخل العنصر ده لجهاز الفريق بتاعك. حسين الشحات الله يرحم والده يا رب ويرحم موتانا جميعا، لسه الكلام ما عداش عليه ايام واللاعب نفسيا اكيد مش في احسن حالاته، انه يبقى بديل وينزل يشارك ويسجل هدف بعد دقيقتين بس، فده معناه ان اللاعب مركز تركيز تام بشكل مش عادي وانه مؤهل بشكل قوي جدا للمباراه دي. الشحات وتحرك الشحات، انت شوف الشحات كان فين وقت ما تاو كان باليمين، الشحات كان بالقلب ودخل لجوه، ولما لقى ان تاو قطم للقلب خرج هو على طول، يعني عمل بقى كروس كده وغير مكانه وابتدى يتجه ناحيه اليمين وشاور له الحته الفاضيه اللي حطها له فيها وراح. تحرك صحيح جدا، تمركز صحيح جدا، استلام مظبوط جدا، رؤيه، هدوء، ثبات، هدم الشبكه طبعا يعني هدف بجد في توقيت ريحنا ريحنا، لان انت 1-0 دي ما كانتش تريحك، فدي مسؤوليه كبيره جدا على اللاعب، وبجد هو كان يستحق المشاركه ويستحق ان هو يسجل الهدف الثاني والثالث. فالشحات من اللعيبه اللي انا فرحت جدا ان هي سجلت اليوم، وكان لازم برضو منشن حسين الشحات والايفورت الكبير اللي هو عمله. معظم لعيبه الاهلي اليوم كانت رجاله، بس في بعض الاخطاء اللي لازم نتكلم عليها حتى وقت الفوز والفرحة والمكسب. يعني أنا مش هزيط وأطبل بشكل كبير، مباراة كانت مهمة، اترد عليهم، ولكن خلينا نبص للي جاي. خلاص ده بالنسبة لي اللي فات مات، يعني الحمد لله واحتفلنا، أنا بحتفل أصلي نص ساعة وخلاص على كده شطبنا كفاية. لما بص للي جاي هتعرف إن أنت عندك مشاكل بالفرقة بتاعتك اسمها عبد القادر وقفشة. عبد القادر وقفشة، عبد القادر بقى صعب جدا يا جماعه، لاعب مهاري اللي يقول عليه غير كده يبقى عبيط. لاعب عنده كره حلوه جدا بس عنده دماغ والله العظيم مسوحاه، ما ينفعش تبقى انت بكل ماتش بتعمل نفس الكلام، حتى لو اخد تعليمات من كولر ارقص وعدي، بس انت فين دماغك؟ هترقص وتعدي من مين ولا من مين لما انت تبقى بوسط اتنين؟ معلش يعني انت بوسط اتنين هتعدي من الاتنين؟ انت ترانسبيرنت مثلا؟ ما هي مش كده برضو يا عبد القادر، ما هو بالعقل ورقصت يا سيدي وعديت واحد، ليه التالتة؟ ليه الرابعة؟ ليه نزود؟ ليه دايما عندك الزيادة دي موجودة؟ ليه دايما عندك مشكلة باتخاذ القرار؟ ليه بتتردد؟ ليه بتبقى مش عارف هتعمل ايه لحد ما الكرة بتتقطع بشكل غريب جدا جدا؟ عبد القادر بقى مشكله كبيره ولازم نشوف حل بالموضوع يا جماعه، لان فعلا انت شوط اولاني الواحد كان خلاص مش عارف يروح فين من عبد القادر، اللي كان باين ان هو ثغره كبيره جدا والكرات بتاعته اللي بتتقطع منه كانت بتترد علينا بهجمات خطيره. حط معاه قفشه، قفشه بيكعبل بالكوره، قفشه يا جماعه بيكعبل بالكوره حاجه والله العظيم، بلاي ميكر عظمه على عظمه. في ماتشات بتبقى محتاجه قفشه، ماشي ماتش عايز تموته نزل له قفشه، لكن ماتش زي ده ايه قفشه؟ بتستلم الكره غلط، بتبصي الكره غلط، بتعمل يعني الاختيار الأسوأ بكل الحالات، يعني تدور على أسوأ حاجه ممكن تتعمل بالكوره وبتعملها. فلازم يكون في حاجه يا جماعه مع قفشه ومع عبد القادر علشان الموضوع بجد بقى مرعب. السوليه اليوم ما كانش باحسن حالاته،
وبقاله فترة أنا بشوف إن هو متذبذب جدا من وقت رجع من الإصابة، هو مش بأحسن حالاته قبل الإصابة كمان. طيب ولكن أنا عندي أزمة مع وجود السولية مروان أفشة، دي كارثة، دي جريمة، جريمة يعاقب عليها القانون أو يعاقب عليها كولر، أيهما أقرب؟ الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا، ولكن لازم نتعلم الدرس يا كولر. التلاتة دول مع بعض جريمة، التلاتة دول خط وسط جريمة، ما ينفعش تحطه مع بعض. عندك السولية لعب كويس كل حاجة، مروان لعب برضو كويس وممتاز وكل حاجة. طيب انت ما ينفعش تحط التوليفه دي مع بعضها، يعني اللعيبه دي مع بعضها مش احسن حاجه، مفيش بالانس ما بين الدفاع والهجوم، فنخلي بالنا من الحته دي. ديانج مستواه كان متذبذب، ممكن عشان كده كولر خلاه يبقى بديل موجود على الخط، يمكن هو كان بيلعب بنزعه هجوميه اكبر، فكان حابب ان يبقى الثلاثه عندهم الحته الهجوميه بشكل اكبر من الحته الدفاعيه. فاتمنى من كل قلبي ما اشوفش الثلاثه دول مع بعض بارض الملعب تاني. الكونسرن التاني على كولر التأخير بالتبديل، يعني انت ما ينفعش تستنى لحد دقيقة 61، انت كان بين الشوطين شايف ان عبد القادر مش يوم، عبد القادر تعبان جدا، يعني تعبان جدا والله العظيم، تصرفاته كلها خاطئة، قراراته كلها خاطئة، فما كانش مفترض ان انت تسيبه لحد دقيقة 61 لحد ما احنا نقطع شعرنا كله، يعني احنا نبقى قرع بعد كده. فتغيير حسين الشحات بعبد القادر وحمدي فتحي بقفشة اعتقد ان هي فرقت جدا جدا بشكلنا بأرض الملعب حتى، يعني شكل النادي الاهلي فرق جدا. انا قبلها كنت لسه بقول له يا عم كولر غير، يا عم كولر انت عندكش خط وسط اصلا، فكان محتاج ان هو يبدل. تبديله كويسه قوي ولكن انا شايفه انها متاخره، فده الكونسرن الثاني على كولر. الثالث تبديل شريف بكهربا، هل انت شايف ان كهربا كان مفترض يطلع عشان هو البدني ابتدى يقع منه، ولا انت بتطلع كهربا عشان انت محتاج تريحه عشان الماتش اللي جاي؟ ما عنديش مشكله خالص لو انت بتبدل كهربا عشان يرتاح، بس انك تبدل كهربا وانت عايز تعزز بهدف مش شايفه ان ده تفكير سليم جدا، لان انت بتخسر مهاجم. فكره شريف انا مش دعم تاني، ومش مش هقول تاني يا شريف ويا شريف، كلمت ما فيه كفايه، فانا شفت ان انت خسرت لاعب وقت طلعت كهربا ونزلت شريف استفدتش منه باي حاجه. تبديله الثالثه بقى والاخيره، مش الثالثه يعني هي ثالث مره مبدل بقصد، يعني بتاعه خالد عبد الفتاح وهاني وديانج السولية، فعلا دي كانت فوق الممتازه، قراءه يعني ولا اروع من كولر، قلت بجد ثانك يو، حسيت ان هو قاعد جنبي على الكاوتش وبيقرا لبروسي. فعلا انا كنت بقول كده، هاني وقع تماما، كان خلاص بقى هاني مفيش، هيبتدي يبقى في اخطاء كتيره جدا من هاني. اوفرول هاني كان كويس جدا، شوط اولاني كان كويس جدا، عنده بعض الاخطاء بس تعدي. الشوط الثاني كان ابتدى بقى بالتوقيت ده باخر الماتش، هاني بيقع منك فالحقونا يا جماعه. فاللي حصل ان فعلا اللي انا فكرت فيه ان السولية ما كانش في احسن حالاته، اللي هو حطه علشان هو نزعته الهجوميه اكبر من الدفاعيه، فابتدى يفكر انه يسحب السولية علشان يعزز خط الوسط بتاعه بالدبابه الماليه. انت كده كده كنت سجلت الهدف الثالث بدقيقه 81، فالتبديله دي كانت بدقيقه 84، انت خلاص ضمنت عملت اللي انت عايزه، جبت ثلاثيه ونزلت ديانج يامن وسط الملعب، نزلت خالد عبد الفتاح مكان محمد هاني اللي كان فعلا وقع. فثانك يو كولر، ميشن دان، يعني احنا كده يعني كايفين جدا، مبسوطين جدا جدا، ثلاثيه رائعه، ما كناش عايزين اكتر من كده. اللعيبه اتهانت بارض الملعب زي ما احنا كنا عايزين كرويا، زي ما قلنا حركات بقى اللعيبه بتاعتك المهاريه دلعت لعيبه الهلال اللي ما كانش ليها اي دور اليوم، اللي انا شايفه ان هم اتنفخوا زياده، اللي عملوه فيهم ادارتهم وجماهيرهم كان نتيجته ان هم اليوم ما لعبوش كوره من كتر ما نفخوهم يا عيني، زي ما بعض الجماهير هنا في مصر بتعمل مع فرق ليها، فحسوا ان هم احنا برشلونه، احنا نازلين هنعمل حاجات عظمه جدا. سامحوني في الصوت عشان عندي دور برد قوي جدا. ف نزلوا ارض الملعب متخيلين ان هم يعملوا حاجه، مش فارق معاهم حضور جماهيري، مش فارق معاهم ان هم بيلعبوا النادي الاهلي ارضه، يعني والله العظيم كان قمه الغرور والتعالي. اول ما نزلوا قعدوا يغنوا ويطبلوا ويزمروا، فمصر يعني باصد، فبالتالي ده انعكس عليهم بارض الملعب، ان اللعيبه كانت نازله اصلا مش فاهمه حاجه، اللعيبه اتصدمت. فكره الحضور الجماهيري لما تتكلم عنه بتتفرج على فيديوز غير لما تعيشوا جوه الاستاد يا جماعه، شعور انتوا مش فاهمين قد ايه هو رائع وقد ايه بيوديك بحته تانية خالص. فكانت النتيجه ان اللعيبه اخذت ثلاثه مع الرقفه، يا ابو ثلاثه يا ابو ثلاثه، والله كان نفسي اغني لك خماسيه علشان انت كنت تستحق تاخد خماسية، بس لعيبة الاهلي هي اللي ادتك الفرصة ان انت تروح بلدك شايل بالشنطة ثلاثة بس. فمليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، وبإذن الله القادم افضل. Thank you.